السلام عليكم. الفيديو القصير ده هيورينا ازاي نكتب معادله رياضيه ونحطها او ننقلها في برنامج الكورس لاب عشان عمل اختبار الكتروني. المعادله حطيناها هنا، لو عايزين نشوف من الاول احنا حطيناها ازاي اهو بالشكل ده. انسرت وبختار ايكويشن او ادخال وبختار ايكويشن وبختار المعادله اللي انا عايزها. عايز اكبر الحجم شويه، دبل كليك عليها وبروح لهوم او البدايه وبكبر الفونت او الخط بالحجم اللي انا عايزه بالمنظر ده. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل كده، بروح واقول له سيف از اذا كان في 2007 او 2010، وبختار المكان اللي انا هسيف فيه المعادله بتاعتي او الصفحه دي، وبختار هنا سيف از تايب بي دي اف اهو بالشكل ده، وبقول له سيف. طبعا بشكل عندي نفس الملف بنفس الاسم فهيتحفظ مكانه وهيفتح لي بالشكل ده. طيب هو لما هيفتح الصفحه بالشكل ده. الحقيقه هنا على اليسار ده برنامج خاص شويه، لكن اعتقد ان في برامج ثانيه شبيهه بيه بيعمل تعديل بسيط للبي دي اف يعني، او انه بيحفظه كصوره يعني، حتى لو ما كانش في تعديل ممكن بنحفظه كصوره، بس احنا لازم نصغرها شويه لان الصوره دي هنا كبيره. فبروح لصفحه بالشكل ده اهي كمصغر ورايت كليك واقول كروب او حصد، هيديني القائمه دي اللي هو فوق وتحت شمال يمين او يسار ويمين، واجي بزود اهو. بصوا الخط اللي تحت ده بيحصل ايه؟ الصفحه هتصغر، فبطبق اهو اشيل الهامش من تحت لغايه لما اوصل للحجم اللي انا عايزه بالشكل ده. ممكن الجزء اللي على اليسار اهو انا عايز المعادله بس اهو، ومن فوق كمان اهو، واقول اوكي، فبيبقى البي دي اف اللي عندي اهي، هتبقى الصفحه هي ما فيهاش غير الصوره بالشكل ده كده. واروح لفايل او ملف وبقول له اكسبورت او تصدير ايمج صور، وحولها لي الى صوره واحطها لي على الديسك توب بهذا المسمى، بقول له سيف. طبعا عشان نفس الاسم بقول له استبدلها لي. بروح برنامج الكورس لاب موجود عندي في الصفحة الأولانية، بقول له إدراج، بقول له صورة من ملف، وبروح بختار الصورة اللي أنا حطيتها أهو بالشكل ده. عايز أصغر أو أكبر بالمنظر ده أهو أهو بالشكل ده. طب أنا عايز أحطها جوه اختبار، بروح للشريحة التانية، إدراج، صورة، صور جاهزة، السهم على اليمين، أختار مكتبة المصادر. ادي الاختبار عندي، مجرد ان اشد الايكون بتاعه في الداخل هنا بيتحط، اقفل دي مش عايزها، اصغر الصفحه بتاعت الاختبار بالشكل ده. عايز احط بقى الاختبار، بضغط دبل كليك هنا الاسئله زائد يبقى بضيف سؤال، خيار نوع السؤال بخيار احادي، نص السؤال، اروح هنا اشيل الكلام ده مش عايزه واقول له اضغط على صوره هنا، يعني حط لي صوره، فهيفتح اختار الصوره اللي انا عملتها. طبعا هنا عشان كنت حاططها انا قبل كده، ادي الصوره موجوده عندي هنا، اقدر اصغرها شويه، اقدر اصغرها شويه بالشكل ده اهو بالحجم اللي انا عايزه اهو، بقول موافق، اقول له موافق بالشكل ده خلاص، ابلاي، اوكي. طب عايز اشوف اللي حصل عندي دلوقتي هتبان ازاي، رايت كليك على الشريحه، عرض الشريحه بالشكل ده، ادي الشريحه اهي. طبعا ممكن اجيب السؤال بنص تاني، ممكن اقول معادله مثلا حساب الحاجه الفلانيه هي، واقوم جاي حاطط في التاب، نجرب نشوف هل ممكن في الاجابه احط كده. لما هضغط كده فين السؤال اهو، دبل كليك عليه، فين الاجابات الصحيحه؟ تحت اضيف اجابه واختار الاديتور بتاعي بنفس الطريقه، امسح هنا واحط صوره بالشكل ده، احط الصوره اهي، هنا محتاج اصغرها او اكبرها شويه، بسم الله بالشكل ده، واقول موافق واعتبر ان دي الاجابه الصحيحه. طبعا لازم على الاقل يبقى في اختيار تاني، فبضيف اختيار تاني احطه بنفس الطريقه، هما الاثنين زي بعض، بس انا افترض ان في كذا معادله موجوده عندي، لكن يعني ممكن احط اربع معادلات وانا طالب انهي معادله فيهم الصحيحه اهو بالشكل ده، وبصغر الحجم زي ما احنا اتفقنا،
دي مش الإجابة الصحيحة، خلاص أوكي وأبلاي أوكي. نشوف الاختبار مع بعض، نروح للشريحة، عرض الشريحة. بسم الله، آدي أهو، آدي الامتحان بالشكل ده. المعادلة اللي فوق دي هي أنهي معادلة؟ أهو، وتسليم الإجابة. طبعا لازم أصغر شوية لأن بقية الصفحة مبقتش موجودة عندي للأسف، أهو بالمنظر ده. طبعا بقية الإجابة اللي هو تسليم الإجابة مش موجودة عندي، ليه؟ لأن الحجم هنا كبير. طب هرجع أعدل فيه، أعدل فيه السؤال أهو، وأروح للإجابة الأولانية لنص الإجابة. المعادلة هنا كبيرة يبقى لازم أصغرها أهو بالشكل ده. موافق موافق، أروح للإجابة التانية، المعادلة أصغرها بالشكل ده، وأقول موافق وأقول موافق وأقول موافق، أبلاي أو تطبيق أوكي، وأشوف الشريحة مرة تانية هيطلع شكلها عامل إزاي. بالشكل ده. لا، محتاج كمان أصغر مين؟ محتاج أصغر المعادلة الأصلية، يبقى أروح هنا للسؤال نفسه والإديتور بتاعه. وخصوصا مش في طولها، العرض بتاعها يكون بالشكل ده. موافق موافق، ابلاي تطبيق، واشوف الشريحه بتاعتي مره تانيه. الاختبار محتاج يصغر شويه، محتاج نصغر شويه كمان، ليه؟ عشان في هنا المفروض زرار تسليم الاجابه، يبقى نروح مره تانيه للسؤال اهو بالشكل ده. موافق، واروح للاجابات كمان اصغرها. الاديتور هنا بالشكل ده. موافق موافق، والسؤال الثاني الاديتور، اروح للتصغير اقول له موافق موافق موافق، ابلاي تطبيق بالشكل ده، ونشوف الشريحه هيبقى شكلها ايه دلوقتي بالمنظر ده. طبعا كان ممكن افضل اسيبها شويه، لان مجرد ان اختار الاجابه الصحيحه انا ليه سكرت؟ عشان المفروض بيبقى في اربع اجابات، فهنا ممكن كافي، ممكن يكفي واحده ثالثه كمان يعني. اهو تسليم الجواب بالشكل ده، يبقى ادي المعادلات بتتكتب بالفيلم في الكورس لاب بالشكل ده. طريقه طويله شويه، لكن دي الطريقه اللي ممكن نعمل بيها او نضيفها. احنا عرفنا من الاول ان البرنامج اساسا الامكانيات بتاعته بتكون ضعيفه. شكرا جزيلا، وارجو تكون الفيلم القصير ده افاد حضراتكم يعني. شكرا، مع تحياتي.